ولتسليط الضوء أكثر على أوضاع النازحين في العراق في ظل إغلاق المخيمات وإعادة النازحين قسرا، ينضم إلينا محمد عماد الباحث القانوني في المرصد الأورو المتوسطي عبر الهاتف من اسطنبول. أهلا بك معنا سيد عماد. أهلا وسهلا بكم سيد الكريم. أهلا بك سيد عماد. يعني انتشار أمراض خطيرة بين النازحين بسبب تبعات الحرب وغياب الرعاية الصحية أيضا، بداية هل الوضع على خلاف ما تصوره الحكومة؟ على العكس، هو الوضع أسوأ مما تصوره الحكومة. واسمح لي في البداية عفوا أن أتقدم بالتحية لك وللسادة المشاهدين، لكن حقيقة حجم وتأثير هذه القضية جعلنا دائما متلهفين للتعبير عن حجم الكارثة الإنسانية التي تمر بها مخيمات النزوح في العراق، هذا أولا. ثانيا، ما تدعيه الحكومة العراقية وما تتنصل منه من الالتزامات القانونية الملقاة على عاتقها سواء بموجب الدستور العراقي أو حتى القوانين الدولية، يطرح تساؤلا هاما عن التصريحات غير المبررة من قبل الحكومة العراقية عن أن الأرقام الحقوقية وحتى التصريحات الحقوقية هي ضرب من الخيال، لكن الواقع الذي نرصده وترصده العديد من المؤسسات الحقوقية يؤكد على أن الحالة الإنسانية في مخيمات النزوح هي أكثر سوءا وأشد خطورة مما يتم نقله على وسائل الإعلام. وأعطيك بعض الأمثلة. أولا، مع قدوم فيروس كورونا زادت الحالة الصحية والإنسانية صعوبة، لكن قبل فيروس كورونا كانت عدد قليل من المؤسسات تسلط الضوء على الأوضاع وما يجري داخل مخيمات النزوح. أولا، حرمان الأطفال من العملية التعليمية. ثانيا، المضايقات التي كانت تتم من قبل الأشخاص المسؤولين عن تلك المخيمات. ثالثا، قضايا التحرش الجنسي والاعتداءات الغير مبررة تجاه النساء المتواجدات في تلك المخيمات. رابعا، حتى الأشخاص وإعادتهم قسريا في بعض الحالات وعدم تأمين الطرق إليهم في العودة وسرقة احتياجاتهم. ثم أتى فيروس كورونا ليزيد هذه الأوضاع الحقوقية سوءا، ومن ثم اختتمتها الحكومة العراقية بقرارها بإغلاق مخيمة النزوح والإعادة القسرية لمئات الآلاف من الأشخاص دون أي اعتبار للحالة الصحية والإنسانية لهؤلاء الأشخاص. يعني بحسب وكالة أسوشيتد بريس فإن الحكومة تبعث برسائل ربما تكون متناقضة حول إغلاق مخيمات النازحين في نينوى. يعني برأيك سيد عماد، لماذا هذا التضارب وعدم الشفافية في وضع النازحين من قبل الحكومة؟ نعم، هو الأمر المستقر للأوضاع الميدانية في العراق يعلم أن الحكومة لا تملك قرار موحد في موضوع مخيمات النزوح، وهذا الأمر عكسه بداية موضوع إدارة تلك المخيمات وتوزيع المساعدات، حتى أصبح الأمر مقسوم طائفيا وتحت إمرة العديد من الأشخاص المعروفين سياسيا. وهذا الأمر أيضا كان له التأثير في تضارب تصريحات الحكومة، بمعنى أن بعض الأشخاص هو مستفيد من وجود أولئك النازحين من خلال المساعدات التي ترسل ويقوم هم بالاستيلاء عليها، وبالتالي من مصلحتهم أن يكون بعض المخيمات موجودة في مناطق نفوذهم على عكس المناطق الأخرى التي لا يصلها تلك المساعدات، وحكام تلك المدن لا يريدون أن يستمروا في المعاناة التي لديهم على حسب تصورهم بأن هؤلاء الأشخاص هم معاناة بالنسبة لهم في موضوع تأمينهم وتوفير الاحتياجات الأساسية. وعلى العكس من ذلك، هذا الأمر حتى أنه غير موجود أو لا تلتزم به لا الحكومة العراقية ولا حكام المقاطعات والمدن التي يتواجد بها تلك المخيمات. وبالتالي هذه المعطيات السياسية والميدانية تعطينا انطباعا لماذا لا يوجد هناك قرار حاسم من قبل الحكومة العراقية، أو على الأقل لماذا يوجد تضارب في عمل الحكومة العراقية. كل ذلك أيضا يأتي بالتوازي مع ضعف عمل البرلمان العراقي، بمعنى أن السلطة التشريعية هي الأداة الضامنة للرقابة على أداء وعمل السلطة التنفيذية، وهنا نقصد الحكومة العراقية. إذا كانت الحكومة البرلمان العراقي عفوا لا يتحرك ولا يقوم بأي خطوات على أرض الواقع، وأيضا لا يوجد ضغط دولي، وهناك انقسامات داخل الحكومة العراقية، كل هذه المعطيات تعكس لنا بأن ما ينتظر أولئك النازحين أو المهجرون قسريا العديد من الانتهاكات، لا سيما وأن الأوضاع الصحية تتدهور بشكل يومي مع انتشار فيروس كورونا، وأيضا الأمراض التي كشفت عنها العديد من المؤسسات الإنسانية والطبية من انتشار السرطان، لا سيما سرطان الثدي بين النساء المتواجدات في تلك المخيمات. أضف إلى ذلك كله أن المدن التي هجر منها أولئك الأشخاص إلى اليوم لم يتم إعادة إعمارها، بل على الأقل لم يتم تثبيت الأمور والأوضاع الأمنية هناك. وبالتالي لا يمكن الحديث عن إغلاق مخيمات، ولا يمكن الحديث عن
حماية حقوق المهاجرين والنازحين قسريا إن لم تقم الحكومة العراقية ومكونات السلطة العراقية التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية بمهامها تجاه حماية أولئك الأشخاص، ونتحدث عن مئات الألاف من الأشخاص، وأيضا في حال استمرار السمت الدولي أو السياسة الدولية على مسارها الحالي دون أن يكون هناك ضغط على الحكومة العراقية، دون أن يكون هناك لجان لتقصي الحقائق أو على الأقل الرقابة على العمل وأداء الحكومة العراقية في المخيمات، سنشهد المزيد من الانتهاكات للأسف في الأيام القادمة. ولكن قانونيا سيد عماد، هل تمتلك فعلا المنظمات الدولية الحق في التدخل لحماية هؤلاء النازحين وتقديم يعني سبل العيش لهم؟ بطبيعة الحال الآن عندما نتحدث عن الخطوات التنفيذية، عندما نتحدث عن الخطوة التنفيذية هنا نذكر مجلس الأمن. مجلس الأمن أحد أهم الأسباب التي أنشئ من أجلها أو أهدافه هي حماية الأمن والسلم الدوليين وحماية حقوق الإنسان من الانتهاك. ما يجري الآن في مخيمات النزوح وما ذكرناه من انتهاكات مبسطة هي تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية حظر التعذيب، وأيضا اتفاقية حقوق اللاجئين والاتفاقية التي أو الإعلان الخاص بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. هذه مجموعة بسيطة من الاتفاقيات، هناك عدد كبير وسائل كبير من المواثيق القانونية التي تحمي وتجرم أي انتهاك ضد النازحين وقسريا وحتى الإنسان بشكل عام. وبالتالي مجلس الأمن أمامه العديد من الأسس القانونية التي من الممكن أن يستند عليها، بالإضافة إلى التقارير الحقوقية التي توثق بشكل يومي وشهري ما يجري داخل تلك المخيمات، ومن بعض الجرائم التي ترقى حتى إلى جرائم حرب والتي تدخل ضمن إطار عمل المحكمة الجنائية الدولية. كل هذه المعطيات تعطينا صورة بأن المجتمع الدولي يملك الأداة الحقيقية والقوية للتحرك بشكل فعلي على أرض الواقع لحماية حقوق مئات آلاف المهاجرين. شكرا جزيلا لك محمد عماد، الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي، كنت ضيفا عبر الهاتف من إسطنبول.